السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة تاع أم خولة. وغادي نقدم لكم اليوم واحد الوصفة تاع بولفاف. كنحتاجو للردة والملحة والكبدة. الردة كنديرو له الملح كنلويوه بحال هاد بهاد الطريقة. بعد ما درنا الردة الملحة كنخليوه ينشف. بالنسبه للكبده غادي نديروها في الفران تشوى ونقلبوها تشوى شويه ونحيدوها. بعد ما تشوات حنا قلبناها هذه هي الكبده. بعد ما ملحناها غادي نديرها تشوي على جوج جهات المره الجايه. بعد ما نشف الردة كنلويوه بهذه الطريقه.